سلام. مرحبا مدام وعليكم السلام. تأمر شيء تفضلي معنا. والله بودي أشوف عندكم الشبكات والدبل. حياك تفضلي. حلم كل بنت بيوم عرسها إن تشوف كل شيء بيرفكت، تهتم بأدق التفاصيل. عشان كذي أنا اليوم موجودة في محل مجوهرات العوضي علشان أشوف التشكيلة الكبيرة اللي موجودة عندهم من الشبكات والدبل. تاريخ المحل هون مع بداية فتح المجمع اللي هو ليلى جاليري، يعني بدك تقولي حوالي 30-31 سنة. نحن كنا بالأول عنا محل المبرقعة اللي بيع الذهب، ومحل المبرقعة قعد فترة طويلة معنا. فمعظم الزباين الحين اللي عم بيجوا على محلاتنا بالألماس عم بيجوا كانوا قبل زبايننا الأمهات، الحين عم بيجي بناتهم وفوقها عم يجي زباين جديدة كمان. يعني حركة كويسة عملناها نحن بالألماس بشبكات مستواها كويس، موديلاتها حلوة، بتناسب كل الأذواق وكل الإمكانيات. هذا أكثر شيء مطلوب. أكثر إيه وايد حلوة. ليش؟ لأنه مميزة. إيه مميزة، وقطعة شوفي ملمعتها من بعيد تقول له تعال. اي والله اي ما شاء الله. انا شفت بعد حلوه، شفت برقتها قالت لي تعالي. عليك بالعافيه حبيبتي. ها بتعطيني اياها؟ عليك بالعافيه بقول لك. ترى اخذ بكلمتك. حياك حبيبتي، ما يطلع عليك. قمنا نوزع شبكات لي. تسلم، ما تقصر. شنو اللي عليه طلب أكثر، الذهب ولا الألماس الحين؟ الحين الجيل الجديد كله عم بيطلب ألماس. ما عاد عم بيلبسوا، يعني بيلبسوا بس هو الكاجوال يعني بشكل يومي. بس اللي مناسبات ثقيلة شوي، أعراس، احتفالات، عم بركزوا أكثر على الألماس. شمس بعد وريني شبكة ثانية، أدري إن عندكم الشبكات اللي تصير لاينين. أوكي حاضر مرة. شنو عندكم؟ خلينا نشوف. عندنا واحد ما شاء الله وايد مميزة فعلا. هذه الشبكة وايد مميزة لأن نقدر إن إحنا نلبسها لكذا مناسبة، يعني العروسة تلبسها كاملة، وممكن إذا عندها بعدين تالي استقبال تلبس خلينا نقول لاين واحد من العقد، ممكن حتى تلبسين التراتش بروحها، الإسوارة والخاتم بروحهم. يعني اللي يميز الشبكات هني خاصة إن في كذا استخدام لها، ما هي شبكة بس تلبسينها بيوم عرسك وتحطينها بالكبت، لا، تقدرين ان انت تلبسين هذه الشبكة لأكثر من مناسبة تالي. ودي الحين اشوفها البسها. حياك. تهبل القطعة هذه ما شاء الله، يعني محظوظة العروسة اللي تاخذ شبكة مثل هالشبكة. يعني جمال التفاصيل اللي فيها، برقتها اللي تهبل. التوينز في طلب كتير بشكل غريب يعني علينا. احنا كنا عنا كميات يعني فوق 500 موديل. ايه؟ يعني فيك تختاري انت باللي بيناسبك بكل الاسعار. هاقع عرسان كبير تلبسيها اثنين مع بعض. نلبسها اثنين مع بعض. كنا عندك يعني بنات يكلموا عنك ما شاء الله كم عندها شبكات هي. اي صح. نحرهم. يعني قاعد اشوف، يعني شوفوا هذا الموديل، يعني ماخذ تقريبا لنص الرقبه بس. شوفوا كميه الالماس اللي موجوده، خلينا نقول الاشكال المتنوعه فيها، البرقه اللي هي اهم شيء بالشبكه، فخمه. خيال الشبكة اللي لابستها هذه، تقدر تسولف لي عنها؟ شنو اللي يميز هذه الشبكة؟ هذه الشبكة تعتبر كبيرة وحلوة وبنفس الوقت سيمبل، والحلق مميز شوي. صح. لو فرجيتين الحلق غير عادي. معظم الشبكات عم تجي بشكل
طويل الحلقان، بس هذه فيها ميزة حلوة بشكل الحلقة، غير شوية بشكل الشبكة. صح. حتى الخاتم والإسوارة كمان كثير كثير حلوين. هذه ناعمة حيل، يعني هذه حق مناسبة مثلا رايح رايح أنت معزوم على عرس، عندك استقبال، عندك حفلة معينة تبي تحضرها أو تبي تحضرينها. ليش قاعدة أكلمك أنت؟ مو أنت اللي راح تلبس الشبكة. صح، حق المدام هذه فكرتها وايد حلوة، خاصة إذا كنتي لابسة نفنوف، خلي نقول الدلعة فيه كبيرة، حلو إن هي ماخذة على شكل كرافتة مثل ما قالت شمس، تبين القطعة بنعومتها كذي وشكلها الغريب كذي، تحولت حق عقد وايد وايد ناعم، وتقدرين تاخذين هم السوارة وتلبسينها وبروح عاد. الحين هذه السوارة ترى هبت البنات الحين، هذه الحين هي الترند والبنات يحبون يلبسونها مع ساعاتهم. طبعا غير هذا نسيت انا اقول لكم ان الفرع الرئيسي ليلى جاليري، لكن هم عندهم فرع ثاني بالافنيوز، تقدرون هم تروحون هناك وتشوفون الكولكشن اللي عندهم. عاد انا الحين بحوس شويه مع الدبل، لان هذه يبيلها شويه نمزج عليها.